على إيقاع ونغمات الخمسة وخمسين. أحبائنا الكرام نرحب بكم ونستقبلكم اليوم معنا في حلقة جديدة من برنامج دندنة مع عماد على القناة الفضائية شادة تيفي. الأكيد وكما وعدناكم في الحلقة الماضية قلت لكم إن شاء الله انتظرونا حلقة غتكون متميزة، حلقة فيها أهازيج شعبية مغربية طبعا، أهازيج كذلك شعبية أمازيغية شلحاوية إن شاء الله بحضور فنانين يتألقون في الساحة الفنية المغربية. فمرة أخرى تحية طيبة مباركة لكل من يلتحق بنا اللحظة على القناة الفضائية شادة تيفي. فالبداية اليوم غادي نتعرفوا لأول مرة في البرنامج على فنانين أصدقائي. معي الفنان وليد الرحماني، أهلا بك وليد. شكرا سيدي عماد، ونتمنى أننا نكون في هذه الحلقة نخفاف على الناس اللي غيشوفونا ويدوزوا معنا واحد الحلقة اللي تكون ممتازة وتبقى راسخة في الذهن ديالك إن شاء الله. مرحبا وألف مرحبا. كذلك غنبغيو نسمعوك لأنك تبارك الله كتعلق في العديد من الحفلات والسهرات والمهرجانات داخل المغرب وخارج أرض المغرب. اليوم غنتعرفوا عليك أكثر وليد، مرحبا وألف مرحبا. ثم كذلك معايا الفنان بدر وهبي، أهلا بك بدر. سي عماد شكرا أولا على الاستضافة وشكرا لقناة شادة تيفي. مرحبا. نتمنى كما قال سي وليد نكونوا خفف على قلبكم شويه. وكذلك الاغنيه الامازيغيه اللي ما احوجنا للفنانين يبقاو يحافظوا لنا وياخذوا المشعل ديال الرواد اللي تالقوا في هذا النمط الجميل اللي هي الاغنيه الامازيغيه المغربيه طبعا. فمره اخرى انا جد سعيد ولو ان اتحدى المرض شويه عيان، ما تاخذوش عليا، واحد نزلت برد حادة، ولكن أنا لما كنضرب موعد مع الجمهور هذا لازم أنني نلبي نكون حاضرين، خصوصا احتراما للفنانين وهذا الأساتذة الموسيقيين اللي كنبغي نحييهم تحية خاصة لموجودين معنا اليوم. تبارك الله عليكم ومرحبا وألف مرحبا. والأكيد أن لما غتبدأ الحلقة صافي غادي نسال المرض وغادي نسال مع الأهازيج، مع غتكون نايضة، حلقة نايضة ياك. هذاك هو الدوباج اللي غندير أنا، الدواء اللي غناخذ لونتيبيوتيك هو نسمعكم إن شاء الله. تبارك الله عليكم. فوليد، طيب وليد الرحماني نسبة إلى أنت من الرحامنة، نسبة للرحامنة الرحامنة الشمالية، العملة ديالنا هي مدينة بنقرير، وأنا كنتمي للصخور الرحامنة بالضبط. نعم. زاديت وتربيت تما في وسط عائلة شعبية مع الناس الشعبيين، سي بوغ سا الشعبي سكن في العظام. من بعد مشيت كنكمل الدراسة ديالي في مدينة مراكش. نعم. وليت كندير الدراسة وكنغني. طيب شنو الدراسة تبعتي في مراكش مثلا؟ مشيت درت ديبلوم ديال شيف كويزيني، قريت عامين خديتو. دونك عندك شويه مع الطبخ ومع الا قالها لي راس الا قالها لي راس حيت ملي كتولي كدير داكشي بزاف دوزتو في الصغر بزاف، خصوصا انا هو الكبير في العائله، كنت كنعاون الوالده بزاف وهذا فخوتي، بحال ضربني داك شي حاجه كديرها بزاف كتضربك الراس بحال هكاك واقع ليا مع تمارا. ولكن ديباني راسك بعدا؟ نو ماشي ديباني راسك، واش في كويزيني غتكون دابا واصل كيدير كسكسو ورفيس، هذا ماشي كيديباني راسك يقضي الغرض. تبارك الله عليك. دونك اذا تمايا بديتي المسيره ديالك من مراكش بيان سور، لانك انت قرايه او ميم طون كتشتغل. من بعد فاش خديت الدبلوم ديالي ساليت الدراسه بقيت خدام، كما كنقول لك راه خرجنا من العائله دينا معنا مانطا ومخدم ومشينا ساكنين مع الدراري باش نقراو. وبقيت تما حتى وقفت على رجلي مزيان، كونت راسي الحمد لله. من بعد باش كنشوف راسي انني في واحد النيفو اللي مزيان، وبزاف الناس كيشجعوني باللي انت خصك تكون سميه معروفه وهذا، فخديت البادره سمحت في كل شيء في مراكش، جيت استقريت في كازا، وكازا هي اللي خلات المغاربه كاملين يشوفونا ويتعرفوا على وليد الرحماني ويدخلونا لبيوتهم ولقلوبهم. طيب الاسم ديال وليد الرحماني يعني هو ماشي الاسم ديالك الحقيقي، ولكن لانك من انت من صخور حامنا فهذه يعني اللقب اسم فني وجات معك مزيان. الاسم الفني جات وكانت من نفع الخير، ومزيان شي واحد اللي يخرج من المنطقه ديالو ويكون يحقق ذاته هذا ويوصل داك الشيء اللي كان كيحلم به طبعا، ويبقى يعني كيهز معاه داك 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 التبلديد ديالو وهذاك الاسم ديال المنطقه فين هو كبر ولا هذا، فانا هذا كيزيدني. لا هنا كيعطينا كنشوف ان الاصرار ديال الفنان لما كيبغي يوصل مثلا ماشي بالضروره يكون في المدن الكبيره، تزاد في المدن الكبيره باش انه يوصل ويحقق الشعبيه والنجوميه. طبعا انت من دين صخور حامنا، كذلك بالنسبه لبدر هو من القصيبه، وهذا خير مثال على ان اي واحد بغى يوصل فما عليه الا العمل والجد والمثابره. انت بالنسبه لك غنبقى معك لان غنبغي نسمعوك انت الاول وليد، وانت صغير شكون اللي كنتي كتسمع بزاف واللي تاثرتي به؟ واش انا تلمت على تقريبا كاع الفنانين اللي سابقيني ولا شيوخ ديال العيطه ولا
فبدون ذكر اسم واحد، فانا كل واحد خديت منه شي حاجه زوينه خديتها من عنده. والمغاربه راه كيلمسوا هادشي، كيشوفوني بلي كندير بزاف ديال الانماط ماشي في الاغنيه الشعبيه. انا ما تخصش في واحد النمط بوحديته وبقيت كنديره بوحدو، مره كندير هادي مره كنجرب هادي مره. فانا غنيت بزاف ديال الانماط، ولكن نهار اللي شي حاجه اللي غادي يعرفوني بها المغرب كامل، جربت عندي في الفرقه الدراري كيخدموا معايا من قنيطره، كيعجبني النمط الهيت اللي كيدير ديال الغرب. جربته جوج كلمات، عندك وعندك، عندك البوط، عندك المرمر، العالم كامل كتصبح كل شيء كتدوس في الزنقه كيعيطوا لك عندك وعندك. طيب باش نبداو نسمعوا شي، نمشيو كما تنقولوا اون كريش، هادو المغربه نديروا شي شويه ديال العيوط، شويه ديال العاد من بعد، نتوما مواضيع احنا هنايا حتى الاخر. شنو نسمعوا في الاول وليد؟ يلا نسمعوا شي عيط، نديروا الغزال. يلا تفضل. والحبيب تلمو عليك يا عمر
مامي انا داي داي سيدا شاك يا بثوبي والله يا سيبو ما تحتش يا بثوبي وعلى المغربة كبار وصغار كويسات الملر وسيادي المغربة كاع كلكم الله يحفظكم وحاش يا مشبعكم وشيخي بسيادي رقراقة كبير في الطوبيس خفيف وضريب حدو المعارف عدم سيني محن سيني سلام بارك الله عليك بارك الله على وليد الرحماني فحقيقه تبارك الله صوت متمكن فبالنسبه مثلا هذه المدرسه ديال العيطه ديال العيوط شكون اللي كنتي كتسمع بزاف وكما قلت لك في الاول انا سمعت كاع الشيوخ ديال العيطه وماشي غير سمعتهم سافرت عندهم وتلاقيت معاهم كاملين لا ديال عبده لا ديال لا ديال خوري بكا زعير لا ديال الرباط كل يعني كاع جلستهم كامل مع جمال الزرهوني والاخوان ديالو مع الاستاذ حجيب والاخوان ديال دونك في ما كان شي واحد اللي كنشوفو انه عنده شي حاجه اللي مزيانه كنت كنمشيو كنجلسو وكنحاول ناخذ من عنده الحوايج كيفاش كنقولوا كنقلب على السر فين كاين باش ناخذ منه وامنتي براسك منذ الطفوله ديالك مثلا وانت صغير كتفرج مثلا جمال الزرهوني كيبقى قامه من القامات ديال الفن العيطه قلتي واحد اليوم ملقنا على مثلا الجهه ديال ديال عبده مثلا خديجه مرقوم الى غير ذلك فقلتي ويوم من الايام انا غنجلس هاد الكبار في هاد اللون في هاد النمط الجميل انا ربي شهد عليا باش نكون معك صريح انا من صغر انا غنيت صغير عماد انا باقي عندي شي 5 سنين هكذا باقي على بيت قويرح في الصغر انا الوالده كان عندها شي حاجه سميتها القرايه هادشي ما كتامنش شي حاجه سميتها غني هذا كناكل العصا وكتدور الدوره كتلقاني كنغني في الزنقه والناس اللي كبرت وسطهم هذا راه كيعرفوا بلي الهضره اللي كنقول كامله صح. ما كانش بغاوك العائله مثلا تمشي في هذا الطريق غير الوالده انا كنعرف لا يسمح لنا من الوالدين كيشوفوا بان باش تضمن مستقبلك هو خصك تقرا بديت كنسمع لهذا ولهذا ولهذا وكان وكاع الناس كانوا كيشوفوا باللي كاين هذا الوليد فيه شي حاجه اللي مختلفه على حيت راك عارف احنا في الشعبيه ماشي راه كل واحد عنده البركه ديالو اكيد وكاينين بزاف الناس كيغنيو مي ربي ملي كيعطيك شي سر بحال بدر كاينين بزاف الناس كيغنوا الامازيغيه مي بدر عنده شي حاجه كتقلب عليها شنو هي بعدا ما كتلقاهاش مي كاينه شي حاجه نعم. كيعطيها لك الله وانا امنت بانني واحد النهار غنجي وغنوصل لعند الفنانه هادو وغنجلس معاهم وغادي مني كيكون جبحك حيت الشيخ بلا شيخ جبحو خاوي الا ما عندكش مع الناس اللي تلمتي عليهم ما عمرك غادي توصل انك أكيد. تكون مزيان في داكشي اللي كدير اكيد واللي جميل هو دائما يبقى الانسان رغم انه مثلا كنقولوا يعني وقته وقتك مثلا دابا لان كاينين الناس يعني هي اجيال ولكن كيبقى الانسان تيعترف بالناس اللي سبقوه في هذا الميدان هذا ويكن لهم كل الاحترام والتقدير خويا عماد في التربيه ديالنا وبخصوص تربيت في واحد التربيه في واحد البيئه اللي هي عروبيه كيربيونا دائما كتعلى العين حتى كتعلى وكيجي الحاجه فوق منا هاد الفنانه اللي مثلا كلهم جلستهم من غير اللي ما ذكرش الاسماء ديالهم كاع الفنانه ديال الشعبي راني جلستهم وكلهم اصدقاء ديالي وكلهم كنكليهم كل الاحترام لان الفرق بيناتنا دابا هو هما عندهم كارير بداو واحد 30 ولا 40 عام هذا حنا عاد جينا وتلمدنا عليهم
وحنا هما دوك كما كيقولوا دوك التلاميذ المجتهدين اللي كيخرجوا مزيانين من 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 الكلاس، فهما هادو اللي كيشوفوا. نتمنى انهم يشوفوا فينا واحد الرؤيه اللي زوينه ويشدوا بيدينا، يكونوا خير خلف لخير سلف، ويشدوا بيدينا ويكونوا سند لنا، ما يكونوش العكس. اكيد اكيد ان شاء الله. فكنبغي نحيي من خلالك الناس اللي كيشاهدونا، طبعا ناس ديال صخور رحمنا، ديال بن قرير، ديال السراغنا، يعني الحوز الناس كان. طيب بدر كذلك القصة ديالك هي مثيرة تبارك الله عليك. انت بديتي صغيرة، بديتي انت تقريبا سنوات راه من 2009 ربما، وانت كتصدر ألبومات وأغاني. هذاك الشيء اللي كنسي عمل ولد القصيبة، القصيبة محمد السعيد اللي كان. تكلمنا شوية على البيئة اللي ترعرعتي فيها واللي كبرتي فيها. طبعا القصيبة جي الناحية ديال بني ملال، باش نكونوا إقليم بني ملال. القصيبة بلاد زوينة صغيرة، راك عارف طبيعة جبال، الناس شلوح على قد الحال، هذا الشيء اللي كاين. وتعلمنا على الموسيقى على عد يد أساتذة كانوا مغنيين ديال الأمازيغية. نعم. بلاديك الأسماء كما قال سي وليد كاملين، المهم راه قلتها مرارا وتكرارا شحال من مرة. وهذا الشيء اللي كاين، وبديت كنخدم بيركيسيون، كندير بيركيسيون مع ايقاع مع الدراري، كنغني معاهم شويه. ابغيت على مشي الكمانجه وهذا، وبديت كنحاول نسجل من 2009 باقي مع الدراري ديال الكاسيت والاديسيون. مره كتشد هذه، مره ما كتشدش هذه، وغاديه غادي كنتعلم. الاغنيه اللي درت لك سوكسي اللي دابا عرفتك على العامه، ماشي فقط غير الناس اللي كنتي كتشتغل معاهم في الحفلات. هي كانت اغنيه ديال التراث ديال الشلحه قبل، كان ديال انغي ومارينش، وكان واحد ديو مع فنان عبد الله الداودي، واحد الاغنيه مؤخرا مع الاستاذ الحسنيه، وجلسات مع الاستاذ وليد تبارك الله، مع الفنانه كاملين مع الحسنيه تبارك الله، يعني مشى دار واحد لي فيو كثر في سيغ يوتيوب في ظرف وجيز. اغنيه ديال الامازيغ ديال الرواد، غير حاولنا المليور شويه، وقلبنا ليها شويه ديال، زدنا ليها شويه ديال لاصوص اش يقولوا، وعاود غنيت واحد الاغنيه صغيره ديال السلواح. يا كذلك ادريس كنضحك، زوينه دار لها شويه لاصوص. هادشي اللي زوينه. واغنيه ديال الفنان المقتدر ديال السلواح حتى هي درت لها. المهم هو ديجا سي ان كوفر، غير عاود ودير اغنيه ديال الرواد، وحاولت نغنيها بطريقه ديالي وصافي، درت ان سوكسي. بارك الله عليك بدر وهبي. فنبغيو نسمعوك ومن بعد نكملوا الحديث، لان في حقيقه انا بغيت نسمعكم بزاف اليوم، ما بغيناش نهضروا. كنت غادي نكون كنديروا غير شويه ديال الدردشه ونخليوا الاغاني كثيره، ولكن الجلسه ممتعه معكم تبارك الله. لان سي فري احنا يعني في الاغنيه الامازيغيه كما الاغنيه الشعبيه المغربيه، في الاغنيه الامازيغيه طبعا الامازيغيه المغربيه هي يعني موسيقى مغربيه كلها. فالاغنيه الامازيغيه لان كنا خايفين واحد الوقت ما كاينش الخلف، بقينا كنعرفوا غير الرواد مثلا، سواء في الاطلس سواء في السوس مثلا بالنسبه لل ولكن منين بدينا كنجيو نشوفوا شباب كيتالقوا وبداو، فما علينا الا ان نشجعهم. وبغينا بحال بدر وهبي يكونوا كثار، لان هذا كله في صالح الغناء المغربي والموسيقى المغربيه. كاين دري زوين، كاين دري زوين صراحه. طيب شنو نسمعوا في الاول؟ نسمعوا ان هذه الاغنيه الاخرى ديال يلا اللي حسن تفضل. مرحبا. اللي نوع يقول فثمان اللي نوع
زين وهمان وهمان ويا غلو وزاري شبي أننا دائما كان نقولها ونعودها في حلقة اليوم كان دعموا كل الفنانين اللي كيشتهدوا في الأغنية الأمازيغية لأن عزيزة على قلبنا جميعا سواء كما قلت سواء في الأطلس سواء في سوس شكرا. فمرحبا وأي وألف مرحبا بأي فنان عنده الجديد فإذا بغيت نسولك بدر طبعا بديتي قلتي في أول إنتاج ربما كان في سنة 2009 حتى الآن عارف شحال عندك من أغنية مثلا أو عدد الأغاني اللي عندك عندي عدد بزاف ديال الأغاني غادي تكون عندي واحد 30 أغنية نعم. ولكن ماشي ديال كاين لي كوفر كان كاين لي كوفر كاين اقتباسات كاين نعم. ولكن عندي واحد الألبوم ربما كنقول ديالي نعم. ساعفة يولينو قديم والأول كاع اللي درت في 2018 نعم طيب فين بالضبط هنا كتنشط بشكل كبير هنا في المغرب مثلا في جميع جميع البلايص في جميع المدن في المغرب شاركتي في مهرجانات في شاركت في مهرجانات نعم. أنا والسي وليد نيت كنا في مهرجان ديال أزيدال والتقينا في مهرجانات في عدة مهرجانات أي موزار في بني ملال في مؤخرا كذلك كنت في إيطاليا كانت عندكم عندنا جولة في إيطاليا نعم طيب أنا اللي كان لاحظ بينك وليد وبين بدر كاين واحد يعني واحد تفاهم واحد لا كومبليسيتي كما تنقولوا يعني
كاين يعني كاين هذا التفاهم هذا وهذا شوفوا كولا نشوفوا هذا الانسجام شوفوا لا انت انت لا انت اللي تجاوب يقول لك كاين انسجام انا وبدر انا وبدر صحاب باقي كيعرفونا والدينا ما كيعرفوناش بغير كيعرفونا والدينا انا مازال كنخدم في مراكش كان بدر غيدير واحد الاغنيه واتصل بيا وكنت مولى الصداقه ديالنا دخلت تعرفت عليه قلت فنان عنده شي حاجه زوينه جيت لبني ملال باش نخدم تلاقيت انا وياه لقيت القلوب زوينين هذا من تما بقات العلاقه ديالنا الى يومنا هذا دائما كانت عيطوا في التليفون كانت بادلوا افكار كانت تلاقوا في الحفلات والله يدوم ما كاينش مشكل كان الحمد لله وهكا خاصها تكون العلاقه بين كاع الفنانين كامل نعم طيب انت ديز دو جاك ديز كورون بالنسبه لك مثلا بدر بدر وهبيب انت في العرض ديالك تيكونوا معك فنانات في البلاطو ديالنا ديال 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 الخدمة راك عارف في الأطلس كيكونوا معنا فنانات وفنانين دري رقيصات بنات رقيصات وفنانين وفنانات نقولوها بالسمية اللي كنعرفو زعما ماشي كيكون معك الشيخات بالتوفيق إن شاء الله نرجعوا معك وليد الرحماني شنو ممكن تسمعنا نعاودوا شوية نحمسوا الأجواء البلاطو غنديروا واحد أنا كيما كيعرفوا المغاربة درنا واحد الألبوم سميتو الفراجة صورة وصون درناه بواحد الكونسيبت اللي داخل في بين ما هو عصري وما هو تقليدي ودرنا وغنينا فيه الغناء ديال الزمان وديال اللعابات وديال هذا نحاولوا نديروا شي شويه منه دابا يلا تفضل رجلي يا خوي تبو بالصينية الليلة 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 بدر الليل الليلة بدر خايفة من ظلماته
حياتي على يدياتي هنا وهنا سيدي عياد يا السوسي هنا وهنا لكن عند راسو هنا وهنا زيد شوية زيد شوية خذ شوية شوية خذ شوية شوية زيد شوية I'm sick.
سلام عليك، برافو عليك وليد. هيا يا سلام وليد الرحماني، مزيان. انا بغيت تنوض لان دابا الاغنيه كاين انشو كدير الشو كذلك في الحفلات و فتبارك الله عليك، جميل جدا وفي ظرف وجيز، يعني فرضتي الاسم ديالك. من الاغاني السكسي ديالك وليد، عندك وهداك، شكون لك سقلبو انا ولا انت، وليتي تسواي زيرو، راني كل يوم عندك يسيقوا الخبار بزاف. طيب شنو الاحساس ديال الفنان لما كيكون واحد وقيته في البدايات ديالو كيكون كيقلد اغاني ديال ناس اخرين، ومن بعد ملي كيخرج اغاني ديالو كيبداو ياخذوها له فنانين اخرين يغنيوها، شنو كيكون الاحساس؟ واو، احساس ديال الفخر. وانا ما كيقلقنيش انا شي واحد، بالعكس كناخذ كنقيس النجاح ديالي والنجاح ديال البرودوي اللي انا درت باش نعرفوا انه ناجح. خصو يغنيو ناس اخرين، الا كنت غنغني غير بوحدي دونك راه ما ناجحش، الا غيغنيو ناس اخرين دونك هذا ناجح. انا كنفرح بزاف ملي كنشوف ماشي غير مثلا اجواق عاديه ولا فنانين اللي ما معروفينش، كنلقانا فنانين واصلين وكيغنيو الاغاني ديالي، فهذا كيزيدني الا فخر. كما انا واحد النهار كنت كنغني الاغاني ديالهم وكنتلمت عليهم، حاليا كيعجبهم اغاني ديالي وكيعاونوا. راه انا كنحس ملي كيغني فنان واصل الاغنيه ديالي انا كنحسبها بحال راه كيعاونني باش توصل للناس. نعم نعم. طيب دابا انت حاليا مستقر هنا في كازا، في مدينه الدار البيضاء. صافي لندن. وانا في كازا. صافي لندن. ولكن كتمشي وتجي بزاف لفرنسا، لان بحكم العائله كاينه تما، العائله الصغيره ديالي كاينه في فرنسا، فانا دائما غادي جاي رايح جوال. انا رايح فين انا؟ طيب بحال دابا الى هضرت معك مثلا من غير الاغنيه الشعبيه اللي انت متخصص فيها، على الانماط الطربيه طبعا العربيه والمغربيه، فمثلا في المغربي ملي كتبغي تسمع واحد طبعا من رواد الفنانين المغاربه، شنو كتسمع في المغربي؟ كنسمع جميع الانماط، راه حتى في الاغنيه الشعبيه اللي كنغني حاليا ماشي اغنيه اللي غير واحد زائد واحد كتساوي جوج، لا كناخذ دي حركات من اغاني اخرين من 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 يعني ستيلات اخرين وكنوظفهم في الشعب. كتاخذ لان الانسان مزيان يكون دابا عارف المقامات، خصوصا بهذا الناس ديال الاغنيه الشعبيه تتغنيو في واحد الطبقه عاليه جدا، دونك في الايجو هذا الشيء ما كيطلبش منك مجهود كبير يومي. كيطلب مجهود يومي وكل سبحان الله كيفاش كي ربي فين كيعطي القوه ديالو، كاين اللي عنده غراف مزيان، كاين اللي عنده ايجي مزيان، كاين اللي جا الوقت داكشي غير انت واش كتعرف تستغل هذيك المساحه الصوتيه اللي عندك، خاصك تعرف كيفاش توظفها وتستغلها. بحكم انني داكشي اللي كيخبيو بزاف نقولوا لهم، انا بحكم انني خدمت في الليل بزاف، دونك انا كان في الليل ملي كتكون كتخدم في الليل خاصك تكون كتغني على الاقل كتقيس، لما كتغنيش مزيان كتقيس في هذوك الحوايج في انماط اخرين باش تقدر تخدم في الليل. ومدرسه يعني انا الليل دوزت لما حلت بالليل كثير برامج هضرنا في هذه المساله هذه، الناس اللي تيغنيو في المطاعم في المحلات بالليل يعني وكيغني يوميا وبنفس في هذه الطبقه هذه، فهذه مدرسه كبيره لان الانسان هنا الصوت كيتعود كيتعود الصوت. هو 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 ليكورد ديالنا، وهذا سامحني هو ليكورد ديالنا بحال شي عضله كتريني بها راه كتكبر وكتبقى في نفس النيفو اللي انت كتخدم به اللي انت وصلتي ليه. نعم. طيب بدر عندك شي اضافه بالنسبه لهذه المساله ديال الناس اللي تيشتغلوا؟ احنا اصلا كنعياو قبل انا وليد كنا كنهضروا داخل كنقول لي باز ليك كيفاش كتبقى كتغني ايغو ديما زعما يوميا وهذا وكتبقى قوه الصوت. انا باغابور لي انا عندي حاجه اخرى، ما كنطلعش لاكام بزاف الحقيقه، ديما كتكون معايا مغنيه ديال الاطلسيه كتغني ايغو، دونك خصني نختار لاكام اللي هي تقدر تغني فيها ايغو وانا نغني ميديوم او دير شويه القرار ولا جرام ولا شويه كما كانوا كيدير المرحوم رويشه وفنانين اخرين. اكيد اللي جبتي المرحوم رويشه كيبقى ايقونه ديال الاغنيه الامازيغيه المغربيه، المرحوم رويشه اللي كان لي الشرف انني كنت صاحبته وعاشرته لسنوات وجلست معاه، ويا سلام هذيك الجلسات اللي كنا نجلسوا وذاك الجلسه فنان مبدع حقيقة، كان مبدع. كاين شي فنان اللي ابر الابداع ديالو حتى في الجلسة ديالو كتاخذ كتسافر اكيد كان متقف بزاف، عنده ثقافة عامة، عنده ان باكاج. اللي جميل هو ملي كنا تنجلسوا لما طلعت عنده الخنيفرة ولا كنا هنا
فماشي بالضروره غير في الجلسه فيها غير الغناء، فيها حديث، فيها ثقافه، وهذا هو الفنان تيكون متشبع عارف ما وديك ساعه ما كانوش لي ريزو سوسيو، دابا الانسان كان كيتثقف راسو بالبرامج التلفزيونيه. انا كنت كنشوف كان كيشوف بزاف كان كيقرا كتب، كان كيقرا وتيقتبس بحال إناس إناس كان الاقتباس ديالها من يلا رضاك ديال مكلتهم. نعم هذا إناس إناس على ذيك ما يمكنش دوز هذه الحلقه دي بلا ما نسمعوها. حنا غادي نوعدوا الجمهور مشاهدينا اننا غادي نشوفوها في اخر الحلقه، وغادي تكون ديو بين وليد رحماني وبدر وهبي. نعاودوا نرجعوا معك بدر، شنو نسمعوا اللحظه هذه؟ سمعوا واحد الاغنيه ديال 55 بشلحه محاله تجيني مورينج. تفضل. يا أمي يا أحلى
بالعزرة كيف صامت المضور سبحان أنا شاولوني بالسين يقولوا قلبي اختار لو كان قلبي في اختار الشلحة يا فيك وتوضر سبحان أنا شاولوني بالسين يقولوا عيبي وين وساو سيروي وامول الشلاب بغيت ودابا وعاودي بركيش كل يجري قدامو كون عندي قوة وان عود علام وواليد تأثر الريح اللاتو بالقرقرات عودي برقي شكون يجري قدامو كدير انا دار شد الجامو قسمت قوة وان عود علامو عيمات السين مرضي الوالدين وعودي برقي شكون يجري قدامو موسيقية يبدا لكي والصايبة لكي باج يبدا لكي والصايبة خرشة خلال التتبع ديالنا معك بدر فنبغي نعطيو الاجيال ربما والفنانين شباب صغار اللي الله غادي يبداو فانت درتي كونسيرفاتوار ولا ما درتيش لا ما درتش كونسيرفاتوار ولكن كنت مهووس بالاسئله على الاساتذه وتتحيي الاساتذه بهذا الذكر وفنانين كبار كنت كنسول على كيفاش نعرف المقامات كيفاش نعرف كيفاش نوصل بحال مثلا بغيت تدخل تغني خصك تهضر مع فرقه موسيقيه خصك انت تعرف لا غارد ديالك لي تعرف لا انا بغيت نسول اللي بتسول مثلا باش تعزف يعني بالكمانجه
فكي تكون فترة كتبقى بوحدك فانت بديتي في الاول بالطر وكما تيقولوا. لا لا انا كنت ندير الوطار ديال الزيت ولا ديال ليسانس. لا انا كنت كندير الوطار او الجيتار على لو ستيل جيتار شعبي ماشي غربي بحال مولاي احمد الحسني وهادو الناس هادو. ومن بعد فاش كتولي كتعرف المقامات الموسيقيه كتولي كتعزف كاع الوتريات. نعم. وشويه من البيانو حتى هو بقيت نتعلم ليه وليت كنعزف بالسانتي خدمت به بيركيسيون بقيت. المهم كتعلم دونك موسيقي في الاصل دونك يعني الموسيقي اصلا في الاصل يعني درتي بيركيسيون بيان سور بالفطره. برافو عليك تبارك الله عليك. وبالنسبه لك وليد؟ وانا بديت في الاول موسيقي بالفطره ولكن باش تولي عارف شنو كدير وكيفاش تنتقل من هذا المقام لهذا المقام وهذا مشيت شكرا موسيقيين ديال مراكش دخلت معهم المعهد تما تعلمت شويه ديال كيفاش تشويت المقامات غير شويه ماشي اكيد كنعرفوا شنو كنديروا ولا مشيت من هنا كيفاش غنوصل هنا وفين غنسالي وهذا فكان داكشي الاساسيات تعلمته. نعم. طيب احنا تقريبا جينا على نهايه الحلقه فقط نبغيو نعرفوا الجديد شنو لي بروجي ديالكم. مثلا الا سولتك وليد لان كنت مؤخرا في موريال يعني طلع لي في انستغرام كنت ديجا في شنو كنت داير شنو كانت شي سهرات ما كانت عندي سهره مع الجاليه المغربيه في موريال. اول مره نمشي لكندا تساعدنا يعني تمشي اول مره وتلقى الناس فرحانين بيك وكيتسناوك ومخلصين الفلوس باش يجيو ويشوفوك ويشوفوا فيك ديك حتى مغربيت وكنقول لهم شكرا بزاف حيت جيتو ونشطوا معنا ونتمنوا نكونوا كنا عند حسن الظن ديالك. نعم. بالنسبه لك بدر هذا الصيف احنا دابا تقريبا مقبلين احنا في فصل الصيف تيكثروا المهرجانات وتيكثروا الانشطه والحفلات الاعراس ربما كاين شي ديدات عندك مثلا؟ كاينين عندي ديدات ديال الاعراس ديال الناس سواء داخل المغرب وخارج المغرب خارج ارض الوطن وكاين عندنا مهرجانات الحمد لله وكاين عندنا وكاين باقي عندي دي بروجي ديال الاعمال دي سينجل غادي نسجلهم وعندنا واحد الاعمال مشترك انا وخويا وليد ديو ان شاء الله هما قريب ان شاء الله. نعم. هما قريب هذا العنوان هذا العمل هذا شنو يعني العنوان ديالو شنو مثلا شكون على مستوى الكلمات الالحان كيفاش غادي تفسروا لنا كيفاش طريقه العمل؟ غادي يكون هو عمل مقتبس من تورات ديال اغاني بجوج اغنيات سواء امازيغيه ولا عربيه قدام ولكن غادي يكون بستيل جديد وبمقامات جداد وبلاريتميك جديده. المهم الفكره كامله دو ازيد جديده ان شاء الله بالتوفيق غادي يكون لايف مباشر ان شاء الله. طيب وليد اعطينا شي كشكول وحمسنا الاجواء مره اخرى. شعبي نيت شعبي نديرو ولا بلاتي لا بلاتي جبتي لي هذه شعبي علاش كاين شي حاجه من غير الشعبي ديرنا اجي جاتني واحد الفكره قبيله شتو كيدندن معكم مع ادريس ورشيد كل شويه في يوم وليله وداك الشيء ديال الطرب. لا لا سمعنا شي حاجه ديال جورج نعرفك تتغني جورج وقلت الحاجه في الدار سمينا لي راجل كبير دابا اللي كيشوفني كنغني شاد الميكرو ولا هكا انا معك في بلاطو ولا في الخدمه كنبان حركي وخفيف وكي في الدار وندير بحال شي راجل كبير كندير يدي هنا وكنطلق شي ام كلثوم ولا شي حاجه وكنبقى ندندن معاها صباعي بحال هكا شويه نديروا الهوى سلطان. الهوى سلطان دير شي مقطع من الهوى سلطان نكتشفوا نتعرفوا على صوته في المدرسه الشرقيه شويه قالوا تسلاني المحبوب قلت بمن قالوا تسلاني المحبوب قلت بمن كيف التسلي وفي الأحشاء نيران قليل يا ليل قليل يا ليل قليل يا ليل يا 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 قليل يا ليل صوت رمجروح مع الشعبي شوية وصل الهوى سلطان الهوى سلطان يا عاشقين الهوى سلطان الهوى سلطان الهوى سلطان يا عاشقين الهوى سلطان
الهوى سلطان. يا سلام عليك. تبارك الله عليك. علينا شويه وصافي. لا واكيد وحنا شوف حنا في دندنه هذه جلسه صالون احنا مع بعضياتنا رفقه مشاهدينا كنحاولوا اننا نغيروا من المحتوى المضمون ديال جميع الحلقه كل حلقه وبطريقتها من برامج دندنه طبعا. كما قلنا نعاودوا نسمعوك تحمسنا الاجواء البلاطو لك شايبه يلا شايبه تفضل تم الدرج. ويا بق ولا افضل ولا احلى شينا نزوره ولا يا عبد الله يا بالي الغار يا كل سرك يا نو شاف الجناب نهار دوت عشرة جام عدوت عشرة جام لا تسافي البحر لا تفجر الصبر لا تسافي قبله واللي هو مولو عسيا دي رجالك تبقى أنا وبا يا أبو الأفضل والي أحلى الشي سير لا تحوش لازمور حقنا لازمور قالي يا الجمهور حس الحديد مخطوف الوالي راك تشوف انا احسبني من الزايرين سرينا الحلاقين سرينا الحلاقين تا واحد ما باقي وباقي الغليميين تا يعجبوني في الركبه خلطنا الراس المجبد عماد خلطنا الراس المجبد ليا الموسم جابد بانوا ليا السروت سلاحات كيف الياقوت يا باللي فيه طوي وعليا معنا بلايسكم صنع الجديدة صنع الجديدة بات لي كويدة ليها مالك يفريدة وحيت غربة شلية في القولية نانا شلية في القولية طايرين بيك زيد شكون هما الضمان لازم تعاوني ليا وقالت لي يا شريف يا ود سيدي الحمال عماد لا تبقى شي فقعان راني عندي ثلاثة ضمان الأول ضمان والثاني في الضمان والثالث في الضمان هو سيدي محمد ملك المملكة المغربية عاش الملك واش من وليك عيش وليك
مشات غافية رجعت ويديا وانا تكلم الرعدية وبلا ميجان وانظر السماع لها ولي خيريا كل خيمة ولدت عليا ويا ليك ويا ليك ويا ليك هيا من قرير واشبر رقبية ودرعين اللي بغى الجنية يتمنى يا غرشم لو دوز يا واحد دوز يا دوز القايد العيان عيما دوز يا حكي يا بيوز عامي وما نحكي بسودير وكيفو صفت ضرش يا القرانو وياليك ياليك شبلوان يا يتوالا مازال حقيقة أجواء جميلة سخينة أنا مازال نزيدو مازال واش نزيدو مازال واش نزيدو مازال الحال فمازال بغينا مازال غنسمعو بدر وهبي فقط بغيت غير نشكر بياسيون أنا دايما من أصدقائي الفنانين الموسيقيين تنشكرهم مراد ودريس نيجرا ورشيد وكذلك عادل السواري فالإخوان كذلك نحييهم تحية اللي معك ثم كذلك كاين أسامة سي محمد نصيري عز الدين سي مفيد عز الدين هو كمان تبارك الله عليك سي عز الدين تبارك الله عليك تخلو الخفاء اللي حاضرين معنا ولا سي محمد مفيد سي محمد وكذلك الفنانين اللي كانوا رافقوك بيصير تيكونوا معك في الاغاني سي خالد عباسي سي ايوب الاورغانيست لان سي جمال مناظر تبارك الله كذلك تحيه للاخ صديقنا الجمال الاخوان سي محمد والدراري اللي عاونوهم لأن أنا دائما تنبغي نعطي لكل واحد حق دياله لأن هادو الفنانين والموسيقيين خصوصا الموسيقيين هما الدعم الأساسي لأي فنان كيكونوا دائما هذاك جنود الخفاء فدائما كنعطيهم الحق ديالهم نعم
يدو حدا ما كتصفقش كيقول اكيد بالدارجه. ولا بغينا نعرفوا شنو الاختيار اللي غادي تختار لنا دابا شنو غنسمعوا؟ غنختار واحد الاغنيه قديمه امازيغيه ان غاي ومارينش. تفضل. وذين غاي ومريش ويدياني نود من شربي ويشي وينازين يعد جواشي وخشي مماس دجب الناري أثيني نوى أو السن ما نمش أو أديد أو السن ما نمش يا عزرين سيدامت مشينا او يسنغا نمشي عصر يسيد منس نغاي ومريش ديانين ودمشا ربي 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 شكي ويناسي يعجا واش وجدي مماس نجيب ناري شيء وينسي
بارك الله عليك. جميل جدا، كنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. شكرا سي عماد. وبهكذا تقريبا جينا على نهايه حلقه اليوم. الاكيد في الاخير غنبغيو نسمعكم في شي ديو اذا كان ممكن ان نختموها بإناس ناس. مرحبا. شنو رايك وليد؟ ديروا ايناس ديروا بالعربيه وبالشلحوي الحوي مره نغنيوا بالعربيه وبالشلحوي ان شاء الله. بهكذا نكون قد انا هنا جميع مواد وفقرات حلقه اليوم من برنامج دندنه مع عماد. كانت حلقه خاصه طبعا بالاغنيه والموسيقى الشعبيه والامازيغيه المغربيه. طبعا كنبغي نشكر كل اصدقائي الفنانين والموسيقيين، كذلك كل الفريق التقني والفني. هذا عماد يحييكم باسم المخرج مصطفى حياك. نلتقي ان شاء الله الاسبوع المقبل. الى اللقاء. ناس 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 ميري خدمانو ميري خعمات ميري خداس سيخي الزمان ايوالا وريو فين ما غاجيزي والنادي ثمون دور ديس نقاس ورديس نقاس ديس نقاس يتصار الشي بخوان ناس ناس بيريخ بيريخ داس عماد بيريخ داس خزمان ونا وريوفين ونا وريوفين ونا وريوفين ما غازي شي بنادي سكون ناس 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 بيريخ بيريخ هذا سيخي زمان هذا سيخي زمان اي لينو اي لينو اي لينو ايت ما يبني ايت ما يبني تهدادي تلون ناسي ناس هذا مالو ناسي ناس مايريخ والد مايريخ مايريخ داسي خزمة يسير غام اقنضي بعدي وبريد وسهولة ناسي ناس ناسي ناس مايريخ درتي ويا الحب تلويتي على اللي من غير شوار من غير شوار مالي روب ومالي حديد تانا عندي يقولي شحال رقتني صبار قتلنا الصغار مالي روب ومالي حديد تانا عندي وغير قولي شحال قتلنا صبار قتلنا صبار كي درتي ويا الحب تلويتي على اللي من غير شوار من غير شوار مالي روب ومالي حديد تانا عندي غير قولي كي درتي ويا الحب لويتي على القلب ويني الحب تلويتي على القلب من غير شوار من غير شوار ماني ربو ماني حديد وتانا عندي شحال خدني نصبر خدني نصبر ماني ربو ماني حديد